خلف كواليس البطولة ومعارك الشرف التي يخوضها الجيش الوطني في محافظة تعز. هنا في هذا المنزل يعيش أحد أفراد اللواء 22 مبتوري الطرفين، والذي أصيب بقذيفة هاون سببت له هذه الإعاقة. الأطباء أخبروه بأن طرفيه لا وجود لهم بالداخل. اللي يعاني منه أنا يعني إهمال الشرعية لنا كجرحى، وعدم توفر أطراف لنا يعني هنا باليمن. هذا أكبر معاناة يعني تضرنا. ما أتمناه إنه يعني يلفتوا لجرحى تعز لفتة يعني بعين الاعتبار والنظر لجراحهم ومعالجتها يعني. رامز لا يتحرك إلا بصعوبة بالغة، خاصة بعد أن تزوج وكون أسرة خاصة به. أما خروجه من المنزل فيعتمد على زملائه وأقربائه، ولا زال يتذكر الحي الذي تربى فيه ولعب ومارس هواياته المختلفة، والذي تحول إلى غابة من الأشجار وخال من سكانه وملاك منازله، والذين هجروه بعد وصول الميليشيات وإمطارهم بالقذائف والقنص. أما أن يلتقي رامز بأحد جيرانه السابقين فيعتبر يوم عيد وفرحة لا تتكرر. ذكرنا بأيام طفولتي، أيام وأنا جاهل، أما كنا نلعب بالحي هنا، كانت حياة رائعة جدا. ولكن الآن أصبح الحي خالي ولا نعلم يعني أين هم سكانه، نازحين كل واحد في مكان، كذلك نحن نازحين. فنتمنى أنه يرجع المكان زي ما كان من قبل وأفضل. سبب البلاء وهجرة الناس من بيوتهم مناطقهم الحوثي عندما أتى من الكهوف أتى لتعز لكي يدمرها، ودمرها بالفعل. ولكن إن شاء الله سنحرر هذه المدينة منهم. رامز وغيره من مبتوري فوق الركبة وأصحاب البتر القصير فوق الركبة هم بحاجة إلى 3 مراحل من تركيب الأطراف. المرحلة الأولى تبدأ بتركيب أطراف عادية، والتي مر منها في حقيقة الأمر رامز. عمل له أطراف مبدئية بدأ يتدرب عليها، وبدأ يبرمج نفسه عليها، وبدأ يستقيم ويتوازن. لكن هو حاليا بحاجة إلى طرف هيدروليك. الهيدروليك والإلكتروني طبعا أسعارهم مرتفعة جدا وأسعار كبيرة جدا، لكنها مفيدة ولها نفع كبير، وأيضا لها تأثير في الجانب النفسي للمريض. سيعود الجانب النفسي للمريض سيتحسن بشكل كبير جدا، لأنه سيمشي أشبه إلى الطبيعي. يحررون أرضهم بدمائهم وأجزاء من أجسادهم فيكافؤون بالإهمال. رامز ليس الوحيد الذي يعاني، فما هو إلا نموذج لمئات آخرين ينتظرون لعل وعسى يلتفت لهم من قبل حكومتهم التي يدافعون عنها.